ازيك يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا محمود نبيل، وده فيديو جديد. والفيديو الجديد ده بقى يا صاحبي انا هتكلم معاكم او هعمل لكم مقارنه بين موبايلين موجودين في السوق المصري حاليا، هو الريدمي سي 13 والسامسونج جالاكسي اي 15 4G. الجهازين دول سعرهم متقارب، بيبداوا من 6000 جنيه لحد 8000 جنيه، بس خليني اقول لك ان في فرق شاسع في المواصفات بينهم. خليني دلوقتي اقول لك المواصفات بتاعتهم وفي الاخر اقول لك رايي تشتري الجهاز ده ولا الجهاز ده. بس في الاول كده قبل ما نبدا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناه، وتتابعني على كل الحسابات اللي تحت. وبس كده، من ضمن ضيع وقت كتير، خلينا ندخل معاك في موضوع الفيديو على طول ونبدا معاكم باول حاجه موجوده في الجهازين دول وهو التصميم بتاعهم. مبدئيا كده يا صاحبي، خليني اقول لك ان الجهازين جايين بتصميم من البلاستيك مع اشاره فريم من البلاستيك، الا ان في فرق هنا يعتبر كده 20 جرام بين الجهازين في الوزن. وكمان خليني اقول لك ان الجهازين هنا جايين بيدعموا تركيب كارت ميموري وجايين 4G. اما بالنسبه بقى للشاشات بتاع الاجهزه دي، فالشاشات هنا مختلفه اختلاف جذري، لان ريدمي سي 13 جاي بالشاشه من نوع اي بي اس ال سي دي بجوده اتش دي بلس، والشاشه دي جايه 90 هرتز وجايه بسطوع بيوصل لحد 600 نتس وعليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس. اما بالنسبه لشاشه السامسونج، فالجهاز هنا جاي بالشاشه من نوع سوبر اموليد بريفريش ريت برده 90 هرتز وبجوده فول اتش دي بلس وبسطوع بيوصل لحد 800 نتس. فلو هختار الشاشتين هختار طبعا شاشه السامسونج. اما بالنسبه بقى للمعالج بتاع الجهاز ده، خليني اقول لك ان الشاومي هنا جاي بمعالج من ميديا تك الهيرو جي 85 مع معالج رسوميات مالي جي 52. اما بالنسبه للسامسونج فجاي بمعالج من ميديا تك الهيليو جي 99 مع معالج رسوميات مالي جي 57. الفرق بينهم طبعا هيروح لصالح السامسونج، لان المعالج ده اقوى وكمان المعماريه بتاعته اقل، هي 6 نانو فهيبقى موفر في البطاريه وكمان مش هيبقى بيسخن كتير. والجهازين هنا جايين بنفس النسخ، وكل جهاز منهم مبني على اندرويد 14 ومبني على اخر تحديث من الواجهه بتاعته. اما بالنسبه للكاميرات هنا، فخلينا نتكلم معاكم عن الكاميرات الاماميه. وخليني اقول لك ان الشاومي هنا جايب كاميرا اماميه بدقه 8 ميجا بكسل، اما بالنسبه للسامسونج فجايب كاميرا اماميه بدقه 13 ميجا بكسل. اما بالنسبه بقى للكاميرات الخلفيه، فالجهازين هنا جايين كل واحد منهم بثلاث كاميرات خلفيه، الاساسيه في الاثنين بدقه 50 ميجا بكسل. اما بالنسبه للاختلاف فهو في الكاميرتين التانيين، لان الكاميرا التانيه هنا في الشاومي جايه بدقه 2 ميجا بكسل ودي للماكرو، والثالثه جايه للعزله. اما بالنسبه للسامسونج فالتانية هنا جايه بدقه 5 ميجا بكسل ودي للزاويه الواسعه، اما بالنسبه للثالثه فهي كاميرا ماكرو بدقه 2 ميجا بكسل. الجهازين هنا فيهم مدخل 3.5 مللي، مستشعر التقارب فيهم مش حقيقي، جايين ببصمه في زرار الباور، جايين بصوت مانو وصوت ستيريو، جايين ببطاريات 5000 ملي امبير مع اختلاف سرعات الشحن، لان الشاومي هنا جايب سرعه شحن 18 واط والشحن اللي موجود في العلبه 10 واط، اما بالنسبه للسامسونج فجايب سرعه شحن 25 واط. كمان خليني اقول لك ان في اختلاف هنا، ان السامسونج جاي فيه ان اف سي، اما بالنسبه للشاومي فجاي ما بيدعمش ان اف سي. الاجهزه دي سعرها كام بقى يا صاحبي؟ الاجهزه دي سعرها بيبدا من 6000 جنيه للشاومي و6700 جنيه للسامسونج لحد 7777 للشاومي، 8600 جنيه للسامسونج. فلو بتفكر تشتري واحد منهم، انا شايف ان السامسونج اختيار كويس جدا، معالج اقوى، شاشه احسن، كاميرات افضل، وكمان واجهه سامسونج، وبسعر ما يبقاش فرق بينهم مثلا 400-500 جنيه، وهتاخد كل المواصفات الفرق دي. فده كان رايي في الجهازين، وده كان رايي لو هتقارن بينهم هتشتري ايه، هاخد السامسونج اي 15 4G طبعا. فبس كده، مش تعمل لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناه، تابعني على كل الحسابات اللي تحت. وبس كده، مع محمود نبيل، اشوفكم في الفيديوهات الجايه. Thank you.